طب نقول كده بسم الله بسرعه هنكمل اخر جزئيه ناقصه معانا في الاي سي صح كده. طيب الشباب مصحصحه ومفوقه وزي الفل. حد فاكر الاي سي بسرعه كده؟ لا مش لازم فيديو، ما احنا الفيديو اصيل وهم كام كوماند بس يعني ما فيش اي حاجه. الايه؟ لا ما هو ده مش اخر فيديو، في فيديو بعديه، ف يعني مش لازم نطلع في الاخر، كفايه صوت بس يعني عشان تبقى فاكرني فاكرني بقى. في الاول كان صوت، في النص فيديو، بعد كده في الاخر صوت. طيب حد فاكر الليسننج شباب؟ اصل احنا هنعيد اللي اتقال في الليسننج الثاني يعني فمش محتاجين فيديو. قلنا الليسننج ده عباره عن سكيورتي ميكانيزم شغال بنظام ايه؟ شغال بنظام ليبلز، بيعمل بيحط ليبل على السبجكت، بيحط ليبل على الاوبجكت، ولما يجي السبجكت ياكسس الاوبجكت يبتدي ايه؟ يبتدي يشوف الليبلز دي بتماتش ولا لا، صح كده؟ طيب احنا كنا عارفين الكلام ده وعرفنا شغال ازاي وعرفنا البوليسي بتاعته اللي هو شغال على حاجه اسمها التارجت، وعرفنا ان الراجل ده الليبل بتاعه بتاعنا شكله كبير قوي بالشكل دوت، صح؟ متقسم ايه؟ متقسم لليوزر، بعد كده اليوزر، بعد كده الروم، بعد كده التايب بتاع السبجكت بتاعي، بعد كده حاجه اسمها سكيورتي ليفل، صح كده؟ وقلنا ان البوليس اللي احنا بنستخدمها اللي هي اسمها التارجت بتبص على مين؟ بتبص على التايب فقط لا غير. وقلنا ازاي نغير التايب بتاع اي اوبجكت عندي في الحياه بالامر اللي اسمه تشينج كون، اللي هو تشينج كونتكست، بعد كده ماينس تي علشان اغير في الحته دي فقط لا غير، تمام؟ بعد كده بديله التايب بتاعي اللي هو الجديد، وبعد كده الفايل او الدايركتوري، صح كده؟ صح ولا ايه؟ ده اللي احنا اخدناه، ده اللي احنا يعني ده اخر حاجه وقفنا عندنا عند الاي سيلينكس. ده لو الناس ذاكرت في الاي سيلينكس اصلا، او لو شافت الفيديو بتاع الاي سيلينكس، تمام؟ طيب جميل جدا. ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي هناخده بعد كده؟ الجديد بقى اللي احنا لسه هناخده دلوقتي حالا ان احنا طبعا عارفين ان الاس لينكس عندنا بيقسم الدنيا عندي لحاجه اسمها سبجكت واوبجكت. احنا كل الشغل بتاعنا مع مين؟ مع الاوبجكت. حد فاكر قلنا الاوبجكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفايل او الدايركتري، وعباره عن برافو عليك يا مستر مهاب. مهاب ماشي تمام. طيب زي الفل. الاثنين دولت احنا اخدنا ازاي نتعامل مع الراجل ده، صح كده؟ عن طريق الامر المحترم اللي اسمه ايه؟ اسمه تشينج كون ماينس تي، وبعد كده التايب بتاعي. بس الامر ده فيه مشكله بقى. الامر ده يا احمد فيه ايه؟ فيه مشكله. ايه المشكله يا مستر حمدي؟ ان الراجل ده بعد ما بغير التايب بتاع الفايل او الدايركتري، لما بعمل ريستارت للجهاز بتاعي يا عبد الله، الليبل ده بيروح وبيرجع الليبل القديم. ليه بقى؟ علشان لو انتم فاكرين قلنا لما بيجي السبجكت بيأكسس الاوبجكت، قلنا الليبلز احنا جبنا مين؟ جبنا الراجل اللي اسمه اس لينكس، وحطينا شويه بوليسي. البوليسي دي اللي احنا قلنا بمثابه مين؟ الداتا بيز، لو انتم فاكرين. لو حد عامه راجع الفيديو بتاع الاس لينكس هيلاقي بالظبط الرسمه اللي احنا كنا راسمينها ديت. تمام؟ الاس لينكس بيروح يعمل ايه؟ بيروح يبص الداتا بيز، وبناء على الداتا بيز دي بيبتدي ياخد منها الليبلز اللي هي موجوده فيه ويرميها على الفايلات اللي موجوده عندنا كلها. فاي فايل بيتكريت على السيستم تحت السناش، حاجه من اثنين، يا اما هو بينزل في مكان مخصص له والاس لينكس عارفه، فبيبتدي هو يحط الليبل لوحده، الاس لينكس يحط الليبل لوحده، وليكن مثلا مسار زي var www. المكان ده بتاع مين؟ بتاع الاباتشي، صح كده؟ فالسيستم حافظ او عارف ان المكان ده بتاع الاباتشي. اي دايركتري او اي فايل هيتحط تحت الراجل ده هياخد نفس الليبل اللي موجود في الداتا بيز، اللي هي بيقول ان المكان ده بتاع مين؟ بتاع الاباتشي. طب لو انا جيت مثلا عايز اعمل سايت مخصص، يعني فيرتشوال سايت زي ما احنا اخدنا كده، ومش عايز احط الملفات بتاعتي، انا مثلا وليكن عايز اكريت دايركتري تحت السلاش، وليكن اسميه سايتس، وجوه الراجل ده احط مثلا ايه؟ السايت الاول والسايت الثاني والسايت الثالث. انا كده غيرت المسار الديفولت اللي الداتا بيز عارفاه، صح كده؟ لو انا جيت اشغل الاباتشي مش هيشتغل، الاس لينكس هيصوت، هيقول لك لا يا باشا الاباتشي ما يجيش هنا، برافو عليك ما يجيش هنا. فانا اجي اقول له طب انا عايز يجي هنا، هعمل ايه؟
هروح اعمل الامر الجميل بتاعي اللي هو كده تشينج كون ماينس تي واشوف الليبل بتاع الاباتشي اسمه ايه واخده احطه على المكان ده صح كده هيشتغل وزي الفل معاك مش هيقول لك تلت التلاته كام بس اول ما تعمل ريستارت للجهاز بتاعك الراجل بيروح يعمل ايه الاس ان اكس بيروح والكيرنل بتشتغل بتروح تلود الداتابيس فبيروح يبص على كل الاماكن تاني ويتاكد من الليبلز تاني هو عارف ان فار دبليو 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 ده اباتشي قشطه هياكد عليها لو هي حتى مش اباتشي هيخليها اباتشي انت فاهمني ازاي لكن يجي عند سلاش سايتس لا استنى ده مكان مش موجود عندي في الداتابيس المكان ده متخزن في الداتابيس لا ده مكان انت اللي كاتبه حاجه جديده خالص مش موجوده في الداتابيس فيروح هو باصص بقى طب المكان ده مش موجود عندي في الداتابيس طب اي حاجه مش موجوده في الداتابيس بتاخد ديفولت ليبل اسمه ديفولت عند الريستور فيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تمام كده يبقى اي حاجه اي حاجه ركزوا معايا بسرعه اي حاجه مش موجوده في الداتابيس الاباتشي بيروح سوري الاس ال اكس بيروح عامل ايه يا احمد بيرجعها للاصل بتاعها بيدي لها ديفولت ليبل اسمه ديفولت اندرسكور تي هو حاجه ديفولت كده طب الديفولت ده قال لك محدش يقدر ياكسس المكان ده الا الروت فقط لا غير يعني الليبل ده محطوط فيه بس الروت والادمنز محطوط فيه ان الروت والادمنز بس اللي يقدروا ياكسسوا الليبل ده فانا كده في عندي مشكله يبقى الامر ده فيه مشكله خطيره جدا ان الامر ده يا شباب لما ببتدي اغير الليبل بتاع اي فايل او اي دايركتري عندي بعد ما بعمل ريستارت يا حمدي اللي بيحصل الليبلز بترجع القديمه طب ايه الحل الحل ان انا عايز اضيف الليبل ده جوه الداتابيس صح كده صح ولا ايه اضيفه ليه جوه الداتابيس يا عبد الله برافو عليك علشان لما يجي السيستم يلود او الكيرنل تلود الداتابيز الجديده او تعمل ريستارت وتبتدي يعمل لود للداتابيز من الاول خالص كان في الاول المكان ده مش موجود فبالتالي كانت بتروح تدي له الديفولت ليبل حتى لو انا غيرته لكن لما احط المكان ده اضيف المكان ده جوه الداتابيز اصبح دلوقتي السيستم بيبص سايتس يا داتابيز احنا عندنا دايركتري عندك في الداتابيز دايركتري اسمه سلاش سايتس يقول لك الداتابيز تروح رد عليه وتقول له ده عندي وبتاع الاباتشي يقول لها خلاص اديني الليبل بتاع الاباتش عشان اديه للدايركتري ده واي حاجه تحتيه. واحنا هنضيف الباص ولا هنضيف الليبل؟ هنضيف الليبل والباص جوه الداتابيز. ماشي لكن الليبل اصلا الليبل اصلا موجود. الليبل اصلا اوريدي ديفاين انا بس هزود في الداتابيز اقول لها يا داتابيز على فكره الليبل ده يتحط على المكان ده برضه. يعني انت بتاع الاباتش لان هي عارفه ان هي حافظه مكان واحد بس. الكلام ده مين اللي بيعمله بقى؟ يبقى دي الحته الجديده. بديت الحته الجديده اللي احنا ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت. في عندي امر جميل جدا اسمه اس اي مانج. اللي هو اس اي ميكس مانج. الامر اللي اسمه اس اي مانج ده يا شباب بيضيف ليبل او بيضيف دايركتري او بيحط ليبل على دايركتري ويضيفه جوه الداتا بيس. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. الاس اي مانج بيحط ليبل على اي حاجه بقى على السبجكت او الاوبجكت. تمام طب احنا الاوبجكت احنا الشغل بتاعنا في الاوبجكت الاوبجكت بتاعي هيكون عباره عن ايه عباره عن اما فايل او اما بورت فايل او بورت صح كده يبقى بعد اس مانج اما ان انا بقول له كده بورت او فايل الفايل الليبل الاسم بتاعه اسمه كده حاجه اسمها اف كونتكست اللي هو فايل كونتكست احنا قلنا ان الليبل بيكون اسمه ايه سكيورتي كونتكست علشان كده الامر كان اسمه ايه تشينج كون وكون جاي من ايه؟ من كلمة كونتكست، يبقى اف كونتكست اللي هو معناها فايل كونتكست، والفايل يعني معناها فايل او دايركت. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا، يبقى انت في الحالة دي بتقول له كده اس مانج، انا عايز اضيف بورت او بلاش البورت دلوقتي، خلينا في الفايل كونتكست الاول. انا عايز اضيف كونتكست على فايل معين احطهم جوه الداتا بيز، ما دام هتضيف يبقى تقول له داش ايه؟ داش ايه انا كده عايز اعمل ايه؟ عايز اد. اضيف حاجة جديدة، طب هتضيف ايه؟ هضيف تايب داش تي. هضيف طيب جديد طيب جديد او طيب اوريدي ديفايند عندي بس انا هضيف هحطه جوه الداتا بيز وبعد كده تحط الطيب بتاعك اللي هو الاسم بتاع الداتا بيز سوري الاسم بتاع الليبل نفسه ايه بعد كده المفروض بتحط الدايركتري صح كده بس الدايركتري ما بيتكتبش بالشكل دوت له سينتاكس معين اول حاجه الدايركتري بيكون ما بين دبل كوتيشن بعد كده بتقول له مثلا وليكن سلاش سايتس صح كده؟ انت عايز تحط على سايتس بس اللي هو الدايركتري الجديد اللي انت عايزه ده ولا عايز كمان الحاجات اللي جواه؟
عايز الحاجات اللي جوه صح كده؟ يبقى بعد كده تقول له سلاش. طيب الحاجات اللي جوه ممكن تكون حاجات هيدن وحاجات مش هيدن صح؟ الحاجات اللي هيدن بتبدا بايه؟ بدوت. جميل جدا. والحاجات النون هيدن بتبدا بكاركتر عادي تمام؟ والكاركتر العادي الرمز بتاعه اللي هو ايه؟ علامه اللي هو اللي هو البوزيشن مارك ده او علامه الاستفهام. بتحط الاثنين دول كده ما بين قوسين. بتحط الاثنين ايه ما بين قوسين كده تمام؟ بس انا اتاكد منها برده علشان ايه؟ لو جيت اقول له كده يا مان اس اي مانج وهنزل تحت خالص في اخر الراجل ده عند سي اولسو كده ابص على حاجه اسمها ايه؟ في من ضمن الحاجات اللي هي حاجه اسمها اس اي مانج اف كونتكست. هاخد الراجل ده واقول له كده يا مان انا عايز اشوف الاس اي مانج داش اف كونتكست. لو جيت عند الراجل ده هلاقي بقى من ضمن ايه؟ من ضمن الحاجات اللي هو مديها لي اكزامبلز. بدا يقول لي والله يا باشا لو انت عايز تقاد فايل كونتكست على مكان معين حضرتك هتستخدم الامر اللي احنا زي ما بنقوله كده اس مانج بعد كده اف كونتكست داش ايه انا عايز اد ليبل جديد على دايركتري بعد كده ماينس تي بعد كده اسم الليبل خلاص كده يا شباب. بعد كده بتقول له كده سلاش الدايركتري الجديد اللي انت عايزه. بصوا كده يعني انا حتى غلطت في الشكل بتاعه. بعد سلاش فايلز تبتدي تعمل ايه؟ تفتح قوس زي ما حاطط كده عندك تحط تقول له كده انا عايز لا تبعت سايت على طول مفيش سلاش بعد كده. تفتح قوس وتقول له كده اي حاجه بتبدا بدوت وبعد الدوت ايه؟ استريك وبعد كده علامه ايه؟ علامه الاستفهام دي تمام؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي حاجه تحت الدايركتور اللي اسمه سايتس تمام؟ هنا ديت السلاش. أي حاجة بتبدأ بدوت وبعدها أي حاجة. ديت اللي هم دولت، وفي نفس الوقت كمان أي حاجة تحت سايز بتبدأ إيه؟ بتبدأ بكاركتر عادي. لو حاجة بدأت بدوت، حاجة بدأت بدوت أسترس يعني معناها دي هيدن. حاجة بدأت باللي هي علامة الاستفهام ديت معناها إيه؟ معناها فايل عادي خالص بالنسبة لي تمام؟ يبقى ده السنتكس إيه؟ ده السنتكس بتاع الراجل دوت. ده معناه إن أنا بقول له أنا عايز أضيف بقى الدايركتري الجديد ده جوه الداتا بيز عندي. بعد ما بتخلص بقى طبعا انت ممكن تران الامر الجميل دوت اللي هو اسمه ايه؟ ريستور كون تمام داش ار في على المكان نفسه عشان تتاكد ان الليبل اتغير. خلاص كده يا شباب يبقى الامر اللي اسمه اس مانج ده بيعمل ايه؟ بيقاد ليبل جديد على دايركتري ويحطهم في الداتا بيس. يعني ده كده كانه مكان زي الدبليو تحت الدبليو دبليو بالظبط كده المكان ده كانه بالظبط بيعادل الدبليو دبليو دبليو. هتفيدني في ايه طب الحاجه دي؟ حلو هتفيدك في ايه؟ زي ما قلت لك ان دلوقتي جيت قلت لك اعمل لي سايت او فيرتشوال سايت وقلت لك ان الديكومنت روت بتاع السايت ده في مكان تاني خالص. إيه طب انا هنقلها المكان ليه ده؟ يعني ده ليه ايه سبب ان انا هنقلها المكان؟ ان انا ايه سبب ان انا هنقلها المكان ده؟ حلو مثلا يعني كتكنيكال مثلا هتفرق في ايه؟ اقول لك كتكنيكال مثلا انت منزل السيستم وما فصلتش الفار عن بقيه السيستم العادي وحبيت تحط مثلا تكاليت عندك بارتيشن منفصل خالص وتعمل ستورج عليه وانت عايز محتاج تحط الداتا بتاعتك كلها على المكان ده والسيرفيس بتاعتك اللي هي شغاله تروح تقرا الداتا من المكان ده بدل ما هي تقراها من الفار. انت وصلك ازاي؟ ما دام غيرتها يبقى في مشكله. بتبقى حاسس ان فعلا في ناس بتبقى عامله كونفيجريشن للسيرفر من اول غلط وبيبقى عامل عليه سيرفيس خاص وبتبقى محتاج ان انت تغير المكان بالظبط كده. فدي هتبقى عندك دي كيس هارد تاني جبت هارد تاني فدي في كيسز كتيره بس دي من ضمنها يعني. خلاص كده يا شباب جميل جدا يلا بينا ننفذ الراجل ده. كمان في حاجه مهمه جدا اقول لك حاجه ثانيه عندنا سيرفيس زي السامبل زي الان اف اس انا عارف صح كده؟ السامبل والان اف اس دولت ما لهمش دايركتري محدد تحط فيه الداتا. ايوه صح. فما لهمش مكان في الداتابيس. فانت ممكن تيجي تحت السلاش وكالي الدايركتور اللي احنا بنسميه صام. تحت السلاش وكالي الدايركتور اسمه ان اف اس. هل يا ترى السيستم او الاسم شايف ان ده صام وده ان اف اس؟ ده دايركتري عادي انت مسميه ان شاء الله تسمي الاسم ده عفريت ازرق. هو ملوش دعوه. بس انت حبيت تخلي السيرفيس اللي اسمها صامبا او سيرفيس اللي اسمها ان اف اس تدخل في المكان ده. مش هتقدر
لازم حاجه من اتنين. كنا في الاول كنا في الفتره ديت كنا بنرن الامر اللي اسمه سيت انفورس صفر. كنا بناخد ستوب والسيلكس حد فاكر؟ طب ليه؟ عشان كنا احنا قلنا لسه ما خدناش الليبلز. لكن دلوقتي ما ينفعش تقفل الراجل ده. بس هي الفورس في الاس ال اه سيتنج فورس الاس ال بيخليك بيوقف. يعني ده سيتنج فورس صفر معناها وقفته، سيتنج فورس واحد معناها رجعته تاني زي اون واوف. فانت ما ينفعش تفضل قافله لان انت عندك سكيورتي ثانيه. فاكرين في الاس اس اتش لما خدنا الاس اس اتش؟ اه فاكرين لما غيرنا البورت؟ اه حد فاكر لما غيرنا البورت ايه اللي حصل؟ الاس ال اكس صوت برضه، صوت وراح منع السيرفس ان هي تشتغل. فاضطرينا ان احنا قلت لكم ساعتها الحل ايه؟ فورس. نوقف بالظبط فورس او نوقف الاس ال اكس دلوقتي. فاهمين ازاي؟ لان احنا اصلا قلنا ايه؟ احنا ما احنا احنا لو انت فاكر ده مهم جدا طبعا انت يعني انت كده مش مشتاق تشتغل بالظبط. احنا لو انت فاكر احنا قلنا عندنا سيرفس وعندنا يوزرز. السيرفس بتتعامل مع بورتات واليوزرز بتتعامل مع فايلز. صح؟ مثلا سيرفيس وليكن ان هي اس اس اتش البورت بتاعها معروف ال 122. لو انت جيت غيرته مش عارف اه لما تيجي تتعامل الاس اس اتش انت رايحه فين؟ فانت لازم تضيفه جوه الداتا بيز. عندك مثلا دايركتري انت كريت اسمه صامبو، هل يا ترى السيستم يعرف ان ده بتاع صامبو؟ ما انت ممكن تخليه ان اف اس، ما انت ممكن تخليه لو سيرفر. صح كده؟ فايه الحل؟ الحل ان انت لازم تروح تحط الكونتكست ده على المكان اللي انت حددته. خلاص كده؟ لان ما ينفعش في البرودكشن تقفل السيرفس، ده سكيورتي ميكانيزم عالي جدا جدا يعني. يبقى دي اول جزء يا شباب. يبقى احنا كده اخذنا ايه؟ اخذنا ازاي ان احنا نحط ليبل على فايل بالامر اللي اسمه تشينج كون. قلنا الراجل ده فيه مشكله لانه هيغير في الران تايم فقط لا غير يا حمدي، ومجرد ما تريستارت الجهاز الليبل رجع للقديم. عايزين نثبته فنستخدم الامر اللي اسمه الاس اي مانج زي ما انظر قدامكم بالشكل ده. تمام؟ نفس الكلام. لو انا جيت في سيرفيس وليكن زي الاس اس اتش وغيرتها البورت بتاعها، او مثلا وانا بتعامل مع الاباتشي، مش وانا بتعامل مع الاباتشي ممكن اعمل اكتر من سايت؟ ممكن اخلي كل سايت ليه بورت معين؟ صح ولا ايه؟ حد فاكر الكلام ده؟ ايوه. طيب غيرت البورت، السيستم عارف ان الاباتشي هو البورتات بتاعته 80 و 443. اسمه ليسن الايه؟ ليسن بورت. اه ليسن بورت. اه هو عارف ان الاثنين هما الاثنين دولت بتاع الاباتشي، واحد بتاع الاتش بي وواحد بتاع الاتش بي اس. جيت انت قلت لا انا عايز الاتش بي اس يشتغل على 4430، لو بدل 443 4440 او 4430 هيجي الاس ان اكس يتعامل هيصور وهيروح قافل لك البورت ده ويمنع ان الاباتشي يشتغل. فانا محتاج اقول للاباتشي يا اباتشي سوري، محتاج اقول للاس ان اكس بعد اذنك ضيف لي كمان البورت ده معاك. يعني ايه ضيفه للاباتشي؟ يعني خليه ضمن حاجه معينه. يبقى الجزئيه الثانيه بقى ايه؟ اه لو انا عايز اضيف بورت، لو انا عايز بقى اغير ليبل على بورت. طب الاول لو انا عايز ليست، لو انا عايز ليست البورتات اللي عندي، في عندك لا هو الفايل ليبل واحد اس اي مانج. اس اي مانج اه ماشي. لو جيت اقول له كده اس اي مانج بعد كده اقول له ادخل على البورتات ماينس ال، كده هيعمل ليست للبورتات اللي موجوده عندي. اصبح بيقول لي والله عندك مثلا البورت ده، انا ما اعرفش البورت ده بتاع ايه، بس بتاع الحاجه ديت، البورت ده مثلا بتاع الحاجه ديت هو حافظ. فلو كنا مثلا ايه دي الداتابيز، انا كده بليست من الداتابيز. لو جيت اقول له طب بعد اذنك انا عايز اعمل جريب على الاس اس اتش، هلاقيه بيقول لي والله الاس اس اتش يا ريس هي محفوظه ان هي البورت بتاعها كام؟ 22. لو جيت غيرت البورت هو هيصوت. يعني مثلا جيت اقول له كده طب انا عايز البورت اللي هو 22 44، مش متسجل عنده. ما دام مش متسجل عنده يبقى ما حدش ينفع يستخدمه، ولو متسجل وبتاع حد تاني برضه ما تقدرش تستخدمه. فانا عايز اضيف البورت ده معايا كمان. خلاص هنشوف ازاي هنضيفه. الاول تعالوا مثلا لو جينا نعمل كده مثلا وليكن ميك دايركتري تحت سلاش سامبا، ده انا هخليه للملفات بتاعه السامبا. لو انا عايز اجيب الليبل بتاع السامبا اسمه ايه؟ سوري، لو عايز اجيب الليبل على الدايركتري ده، حد فاكر الكلام ده؟ ال اس ماينس ال دي عادي عشان دايركتري، والزد كابيتال عشان مين؟ عشان الليبل اللي هو سكيورتي كونتكست. لو انا جيت ابص على الراجل ده هلاقيه واخد، بص كده يا عمرو، حاجه اسمها ديفولت اندرسكور تي. لو انت جيت غيرتها هتغيرها ازاي؟ تشينج كون ماينس تي، انا عايز احط الليبل اللي اسمه سامبا،
اندرسكور شير اندرسكور تي على المكان اللي اسمه سامبا. دي بتعرف منين بقى سامبا اندرسكور شير؟ ما هو انت بتبتدي الليبلز بتاع السيرفيس بتكون عارف. انا هكتب لكم الليبلز بتاع السيرفيس خلاص. وطبعا دي موجوده جوه الكونفيجريشن فايل. لو انت جيت كده سامبا اي تي سي سامبا اس ام بي دوت كوم فهتلاقي في عندك حاجه اسمها ايه اس لينكس نوتس. لو انت قريت الحته دي كده هتلاقي من ضمن الحاجات بقى اللي هو عندك اللي هو ايه ان الدايركتوري بعد ما تقراها هتلاقي ان ايه ال سامبا اندرسكور شير اندرسكور تي. وهتلاقي بيقول لك الامر يتنفذ كالتالي. يعني هو كمان هتلاقيه منفذ لك الامر. ده هو ظابط لك الاداه بالظبط كده. تمام. ده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه لي الليبل عندي. اخرج. طيب لو جيت ليست الدايركتوري المره دي هلاقي ان هو بقى سامبا شير تي عشان هو غيرتها بتشينج كود عادي خالص. بس في مشكله خطيره ان بعد ما ارسل كل الكلام ده ايه؟ هروح مني. اروح مبقاش ولا له اي اتنين لازمه. تمام كده؟ الحل بقى ان انا لازم استخدم ايه؟ هقول له كده يا اس اي مانج اي ناقص. والله بعد اذنك انا عايز ادخل على الفايل كونتكست واضيف ليبل نوعه من حته اضيف تايب. داش ايه عشان اضيف وداش تي اللي هو التايب. التايب بتاعك ايه؟ سامبا اندرسكور شير اندرسكور تي. الكلام ده هتضيفه على مين؟ هضيفه على الراجل اللي اسمه سامبا. تمام. بعد كده افتح قوس قول له كده ايه؟ سلاش دوت استرسك. بعد كده اقفل القوس عندك اهوت. فين فين اقفل. وبعد كده الكوشن مارك واقفل الراجل ده. نصغر الخط سنه بسيطه بس عشان يبقى ظاهر قدامكم. ده الشكل عندي. معناها اقول له ماشي جوه سامبا سلاش اي حاجه بتبدا بدوت وبعدها اي كلمه ايا كان او بتبدا بكلمه عاديه او سوري بكاركتر عادي. خلاص هو الراجل كده ايه كده بيضيف الليبل. بصوا بقى يا شباب ركزوا معايا. لو انا جيت مثلا اعمل كده تاتش تحت سلاش سامبا فايل ولكن اسمه تيست دوت تكست. لو جيت اقول له كده ls ماينس ال زائد على سامبا تيست دوت تكست. ملاحظين بقى ايه؟ كده لو حد دخل على السامبا هنشوف الفايل. برافو عليك. واي دايركتري هيتكرر تحت المكان ده هياخد الليبل بتاع البيرنت. بس انا كريت السامبا عندي على الماشين لقيت ان هو بيخش بيعمل على الهوم بتاع كل يوزر. بالظبط كده. كده معقول الناس هتخش على مش هتشوف الهوم؟ مش هتشوف. لا انت بس انت تديسيبل الهوم جوه ال جوه الكونفجريشن فايل. طيب يعني بص كده لو جينا جوه الكونفجريشن فايل تاني اهوت لو طلعت فوق شويه كده هتلاقي الهوم اصلا معمول عندك. لا برينتر لا ادي الهوم. هو عامل لك الهوم بنفس السيكونس اللي احنا عاملينه. حطها بلا هاش. حطها عاملها بلا هاش وخلاص على كده. يعني حط الثلاث سطور الهوم وكومنت وبراوزر ورايتبل داتا. خلاص كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله كده في الراجل ده؟ نيجي بقى لجزئيه مين؟ جزئيه البورت. نيجي لجزئيه ايه؟ جزئيه البورت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاكرين البورت كده يا شباب؟ انا لسه بقول ايه؟ لان انا عايز اعمل جريب على الاس اس اتش لقيت ان الاس اس اتش مش موجود معاه غير البورت كام؟ 22. ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا تركيز تركيز بسرعه. لو جيت اقول له كده سيستم كنترول انا عايز اجيب له الستاتس بتاعه الاس اس اتش السيرفيس شغاله وزي الفل صح كده؟ لو عايز اعرف وقال لي كمان هي بتستخدم بورت كام؟ بورت 22. لو عايز اتاكد الامر اللي اسمه نت ستيت نت ستيت داش اي ان تي داش اي ان تي يو بي اللي هو انت اب عشان يعمل لي ليست لكل البورتات اللي هي الكونكشن المفتوح عليا والكونكشن اللي خارج من عندي وتي سي بي ويو دي بي وكل حاجه. وبعد كده جيت اقول له كده انا عايز اعمل دريب على الاس اس اتش خلي ان الاس اس اتش فعلا شغاله وزي الفل عندي وبتستخدم البورت كام؟ 22 صح؟ لو جيت حبيت استهبل بقى اول حاجه قبل الاستهبال يا جيت انفورس بعد اذنك انا عايز اعرف الاس اس اتش قال لي ده انفورسنج شغال وزي الفل. لو جيت بقى يا حمدي استهبل اقول له كده ادخل لي على الاس اس اتش اس اس اتش دي اندرسكور كونفج وجيت عند الحته بتاعه البورت كده قلت له والله مثلا انا عايز اضيف اخليه البورت اللي هو 22 44. سايب واخرج اقول له يا سيستم كنترول انا عايز اعمل ريستارت الاس اس اتش دي. لو جيت بقى بص كده ركز معايا اجيب الاستيتس. بص قبل ما اعمل اي حاجه قبل ما اعمل اي حاجه شايفين القلم اللي طلع تحت ده؟ الاس ان اكس بدا يصوت. ماليش دعوه سيبك سيبك من الاتصالات بتاعته. لو جيت اجيب الاستيتس بتاعت الراجل ده بلح خلاص مفيش اي حاجه خالص. ولو جيت اقول له بقى بص كده
بصوا ركزوا معايا ركزوا معايا. جيت اجرب على الاس اس اتش اللي هو بالاشوف البوت خلاص مش شغال اصلا. لا هي السيرف هي بتحاول تقوم لكن هي مش بتشتغل. ليه؟ عشان في مشكله عندي في ال لو جيت اصغر الخط شويه كده واجيب لي ستيتس هو هنا مش جايب اي حاجه. فانت هتلجا مين بقى؟ ترجع للاس اللي هي اللوج بتاع الاس لينكس. تمام. الحل ايه بقى؟ الحل ان انا اضيف البورت الجديد ده مع الاس لينكس. خلي بالك لو انا جيت ارجع تاني للامر ده هلاقي ان الاس لينكس مش بيستخدم غير 22 بس، عايز اضيف معاه بقى اللي هو 22 44. فاقول له كده اس اي مانج بعد اذنك انا عايزك تدخل على البورت وعايز اضيف تايب جديد على بورد. الطيب بتاعك اسمه ايه؟ اسمه SSH underscore port underscore T. انت جبته منين؟ هو الليبل هو قدامي. تمام كده؟ الكلام ده عايز تضيفه على البورد اللي هو كام؟ اللي هو 2244. طب الراجل البورد ده شغال ايه؟ تي سي بي ولا يو دي بي؟ بقول له كده ماينس بي. الراجل ده شغال تي سي بي. ولو يو دي بي ترن الامر تاني. اقول له كده انت جرب ممكن، بس هو انا ما اعرفش ان هو ما ينفعش اضيف الاثنين مع بعض. كده الراجل بيعمل ايه يا شباب؟ كده الراجل بيضيف البورت عندي في الداتابيز. انجز بقى كفايه عليك او كده. انجز 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 يا سعاده الباشا. طيب بصوا كده لو جيت اجرب على الاس اس اتش هلاقي ان فيها اتنين معايا 22 44. لو جيت اجيب الستيتس بصوا كده انا هل يا ترى انا عملت ريستارت للسيرفيس؟ انا ما عملتش ريستارت، انا دوب بس رحت زودت يعني زودت لها البورت في الاس لينكس. فراحت هي عرفت ان، ولو صغرنا الخط سنه بسيطه كمان، هي عرفت ان البورت الجديد بتاعها اللي هو البورت ده اشتغلت عادي لوحدها زي الفل. هي عملت ديتكت لوحدها. او الاس لينكس قال لها ايه؟ قال لها على فكره انا اخدت اوردر ان البورت ده بقى بتاعك، اتفضلي استخدميه عادي مفيش مشكله. خلاص كده يا شباب؟ جميل جدا. زي ما انا ضفت بورت باللي هو الراجل اللي اسمه داش ايه اللي هو اد، لو انا عايز ريموف او سوري عايز ديليت ماينس دي ماينس دي انا كده بديليت. الله. طب انت عرفت منين يا باشا؟ اقول لك قبل ما نعمل دي كانسل، لو مان اس اي مانج داش بورت هل ان عندي ايه؟ هل ان انا في عندي داش اي بياد وداش دي بي ديليت وداش ام بي موديفاي. بي موديفاي ده لو انت عندك بورت 22 مثلا والليبل بتاعه مش عايزه اسمه اس اس اتش اندرسكور تي، عايزه اي حاجه تاني، فانت كده هتموديفاي في البورت اللي موجود نفسه. خلاص كده يا شباب. ده كده بالنسبه لي مين؟ ده كده بالنسبه لي اللي هو ايه؟ الاس سي لينكس، اللي هو حته ان انا ازاي ان انا اضيف بورت في الداتابيز او ان انا اضيف ليبل في الداتابيز عندي لمكان جديد. خلاص. حد عنده مشكله؟ في معلومه زياده عايز اقولها لو حاجتك كده، يعني طريقه ان الستور كون ده فايدته ان لو الصب بتاعك ريليت ده مكان جديد صب جبت فايل مكان تاني جديد ليه تاني وحطيته تحت الصب ده الستور كون بقى هياخد من الداتا بيز على كل اللي تحت السلاش سايت. ما احنا لسه قايلينها. يعني فايدته انك انت لو جبت حاجات دخلتها جوه معاك في الصب وهي واخده ليه تاني هيروح على كل المكان ده ويجيب. لا في حاجه بقى انت صح المعلومه بتاعتك صح، بس يعني فيها حته يعني محتاجه تتظبط شويه. انت بتنقل حاجه من مكان لمكان صح؟ النقل بتاعك ده كوبي ولا موف؟ كوبي. لا كوبي هياخد اللي جاي منه. كوبي هو قبل ما بيبيست هنا بيحط الليبل الجديد بتاع المكان الجديد. لكن لو موف بياخد نفس الليبل هنا بيوديه هنا زي ما هو، وبعد الريستارت هيروح مرجعه للليبل ده، او لما تعمل الستور كون هيروح مرجعه للليبل ده. فهو صح واللي انت قلته صح، بس هي النقل بتاعك ايه؟ يعني انت بتتكلم على فكره ان لو بتقول له كوبي عادي مش محتاج تعمل ريستور كون، لكن لو نقلت موف لازم تعمل ريستور كون لان الليبل او تريستارت الماشينه بتاعتك. خلاص. شكرا للمعلومه ديت يا عبد الله. حد عنده مشكله كده يا شباب؟ جميل جدا. بسرعه كده احنا اخذنا كام سيرفيس لحق، يعني السيرفيس اللي احنا اخذناها ليها ليبلز اللي انت المفروض انت تكون عارف الليبلز بتاعتها. الصامبا الليبل بتاعها اسمه صامبا اندرسكور شير اندرسكور تي. الان اف اس الليبل بتاعها بابليك اندرسكور كونتنت اندرسكور تي. الليبل بتاع الاباتشي اتش تي تي بي دي اندرسكور كونسس
underscore content underscore تي. لو عايزين نعمل ليست كل دي يا سلام SE manage وبعد كده تقول له كده if context زي ما كنت خلي بالك بتعمل كده بورد ماينس ال بيروح عامل لك ليست للبورتات بالليبلز بتاعتها. في عندك نفس الكلام بدل البورت في عندك حاجه اسمها اف كونتكست سوري اف كونتكست ماينس ال يعمل لك ليست لكل الليبلز الموجوده في الحاجه وتبتدي انت بقى حضرتك تجرب على الحاجه اللي انت عايزها. قول له مثلا كده جريب اتش تي تي بي هو يجيب لك اي حاجه تحت اتش بي بس انت تدور على ايه على حاجه فار دبليو 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 يعني تدور بس تتصغر خط شويه علشان ال 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 الدنيا مش ظاهره شويه فار دبليو 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 ممكن بقى ايه من الاوتبوت اللي طالع ده ندور على اي حاجه فيها دبليو 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 صح كده سوري جريب الاول معلش انا نسيت ما طلع حاجات كثيره فيها دبليو 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 فار دبليو 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 اتش تي ام ال فين ام شايفها تمام فار دبليو 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 اتش تي ام ال تمام هتلاقي ايه هتروح تبص هنا كده على الليبلز بتاع اللي موجود هنا بس هو مش يعني مش كامل لا انا عايز فار دبليو 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 نفسها فار دبليو 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 نفسها اللي هي ديت اللي هي الاساسي الاساسي اللي ده الهوم دايركتوري بتاعي تمام هتلاقي الليبل بتاعها اللي هو ايه اتش تي تي بي دي اندرسكور سيس اندرسكور كونتنت اللي هي الحته دي بس انا ظلتها بس لو ذكرنا الخط سنه بسيطه نطلع بقى في الاول اهيت ده المكان ده الحاجه الوحيده اللي مشهوره قوي يعني خلاص كده يا شباب حد عنده اي مشكله في الاس لينكس لا زي الفل يلا نسيب ونخرج